احنا اللي في ايدنا كل اشي. هذا الرب العظيم ينظر الى عباده، اذا تابوا مش ممكن الله سبحانه وتعالى ما يرحمهمش وما يغيرش عليهم. اما التغيير اول اشي شو هو؟ منا. ان الله لا يغير ان الله ما لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. كل واحد يقول انا يا جماعه، والله الميت هذا لو يصحى امن بالله لا يقول يا شيخ والله كلامك، والله كلامكم 100%. هو سامع بس ما يقدرش يتكلم. الله يا جماعه الخير، الحل في ايدينا. كيف يا اخواني هذا الانسان والله بدها توبه يا جماعه، ما قالش قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبوا. انو اللي عنده كرب يا جماعه؟ قول انو ما عندوش كرب، قول انو ما عندوش كرب، خذ لك الدعاء للكرب. بس اللهم ارزقنا الايمان، اللهم اشرح صدورنا لتحصيل الايمان. هذا جهد يا جماعه، جهد بيحيي القلوب، والله جهد بيطلع الظلمه من القلب. وهذه الظلمه وعظمه ما دون الله وحب ما دون الله والتوجه لغير الله، والله ما بتعرف تصلي. انا بعرف انك بتصلي وبعرف بتحج وبعرف بتعتمر وبعرف بتقرا قران، لكن كيف تزبط هذه الاعمال؟ لابد يا اخواني من اجتهد جهد. 13 سنه سيد العالمين صلوا عليه، صل على سيدنا. 13 سنه وهو يطلع لا اله الا الله. بعدين تتهنى على صلاتك، تتهنى على ذكرك، تتهنى على قرانك، بتتهنى على قيام ليلك، بتتهنى على دعائك، بتتهنى على وصل الرحم، بتتهنى ترضي والديك. يا شيخ ليش بتدرسني كذا؟ يا شيخ ليش بتدرسني كذا؟ يعني يا اخي الحبيب، والله يا بيحكي عن موضوع تنظيف المقابر يا حبيبي، يعني جهد الايمان بهزمك. اعطينا التنسيق نقدر ننزل نصر. اعطينا تنسيق نقدر ننزل ندفن اموات. تحصيل النور عمالنا بنوقف يا حبيبي، الجيش حوالينا كله. انا متخبي ورا الشجره عشان ما يشوفنيش انا عم بصور. طلع هاي الجب، الجيش قدامنا تحت الجب، والجنود حوالينا هون. يا ريت ايدنا بحزامك تعطينا مجال نقدر ننزل ننظف المقابر مشان الله. يعني عمالنا الميت من شافرينا، بس احنا ننسق له الجنود. بس انا ردنا عليك انك تقول والله يا عمي عندنا حملات لتنظيف المقابر كويس، بس للاسف الشديد انه الجيش حوالينا. لو واحد نزل يزورها ابوه الميت في القبر ممكن يطخ عليه. هاي قنابل الغاز، لو هي قنابل الغاز اللي بيطخوها عليه. بتصير تتنكد وتشرد منها، تشرد وبس. تشوف هاي قنابل الغاز يا عمي، شوف قنابل الغاز بعينها. الصدر طلع واحد بده يطلع على رحله، كيف بيبقى محول الصبحيات ولا على تركيا ولا على العقبه ولا على ريحه ولا على شطحه؟ كيف بيبقى مكيف؟ طب ليش ما نكيف على صلاة الفجر؟ ليش ما نكيف على قيام الليل؟ ليش ما نتلذذ في القرآن؟ اسمع اسمع اسمع، اللي الله يحشرنا احنا وياه في الجنة قول امين. هذا حبيب النبي عليه السلام، وبعدين لكل نبي رفيق ورفيقه عثمان رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. اسمع شو بقول، والله لو طهرت القلوب ما ملت من ذكر الله، ما ملت من الصلاة، ما ملت من القرآن، ما ملت من الدعاء، ما ملت من مدح الله وتمجيد الله والثناء على الله. اسمع صلي على النبي. بدك تعرف حالك قلبك فيه مرض ولا فيش فيه مرض؟ انت لحالك عن ايش بتتكلم 24 ساعة؟ في ايش بتتلذذ؟ في ايش بتتلذذ؟ انو كلام بتتلذذ فيه؟ اسمع صنفين، قول الله يجعلنا من الصنف الاول، قولوا امين. امين يا الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، زادتهم فرحة، زادتهم سعادة، زادتهم طمأنينة، زادتهم يقين على الله، زادتهم إيمانا،
وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا الصنف الأول. قولوا الله يجعلنا ما نكون من الصنف الثاني. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شو جاب هالشيخ يا زلمة؟ أي شو جاب هالشيخ؟ والله الليلة بروح زيارة، الله يغفر لنا ويغفر له. بدق على الباب، قلت بلكي ألقطه يا رب. شو بدي منه مصاري؟ ولا بدي منه يطعمني؟ ولا بدي مني يسقيني؟ بدي أدخل النور على قلبه، بدي أخليه يحب الله، بدي أخليه يجي على المسجد، بدي أخليه يحب لا إله إلا الله، بدي أخليه يترك المعاصي، بدي أخليه يصلح مع ربه. هذا شغل الأنبياء وشغلك وشغلك. إلا غيره بقول لي، بقول لك أبي مش هوني. بقول لك أبي مش هوني. رفض الملائكة، رفض الرحمة، رفض السكينة، رفض الطمأنينة، رفض غشيتهم الرحمة، رفض نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، عبدتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. ها بيجيك الرحمة لحد ايدك بتقولها بديش اياك، بيجيك النور لحد ايدك بتقولها بديش اياك. اوعى تكون كذلك. هذه من صفات مين؟ اولياء الشيطان، اولياء الشيطان. اما اولياء الرحمن، مرحبا بذكر الله، مرحبا بمدح الله، مرحبا بتسبيح الله. شو اللي يطلع يونس من البلد اللي هو فيه؟ شو اللي يطلعه؟ شو اللي يطلع يونس من الظلمات؟ أمة محمد في ظلمات ولا في نور يا جماعة؟ ظلمات يا حاج. أمة محمد متريحة ولا تعبانة؟ أمة محمد في ضنك ولا في حياة طيبة؟ الله أكبر، الله يفهمنا يا جماعة. سبحان الله العظيم، شو اللي يطلعه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. اللهم استجب لأمة محمد يا الله، اللهم استجب لأمة حبيبك يا الله. يا رب أمة حبيبك في ضيق زي يونس يا الله، اخرجها يا الله زي ما اخرجت يونس يا الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هي بستنى ابناء الفقيد، ابناء الفقيد كانوا برا البلد فقالين بستنوا فيهم. اللهم ارزقنا الايمان، اللهم ارزقنا الايمان، اللهم ارزقنا حقيقة الايمان، وفقنا لجهد الايمان. هذا دعاء. الدعاء الثاني للكرب شو هو؟ شهود ثاني. الله الله ربي ولا أشرك بربي شيئا. الله الله ربي ولا أشرك بربي شيئا. الله الله ربي لا أشرك بربي شيئا. هاي الثاني. طب والثالث شو هو؟ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حتى أقول عنك وعن الناس اللي مش متوفقة تقوله، الناس مش متوفقة تقول هذا الدعاء، قوله عنهم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. قولوا عنك وعنهم. هاي ثلاثة. والرابع شو هو؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب. طب ليش ما نتعلم دعاء الكرب؟ ليش ما يأتي النور في قلوبنا؟ ليش ما نطلع عظمة المخلوق من قلوبنا؟ يا جماعة الله معطينا الدواء، ليش مش راضي تاخده؟
ليش يا عبد الله؟ والله لو اخذت هذا الدواء والله لحسيت في سعاده، والله لحسيت في طمانينه، والله لحسيت في الحياه الطيبه. من دون ليرات، من دون جبات، الله يسعدك، من دون جبات، من دون اراضي، من دون ملايين، من دون شواكل، من دون فيلات، من دون قصور. اقول لك واجراك معطل لا سمح الله، كل شيء فيه بلاوي. لكن الله يسقيك الخير، الله يسقيك من الجنه يا رب، الله يسقيك. والله يا جماعه الخير ناقصنا هذا، ناقصنا هذا، هذا جهد بيحيي قلوب. منين هالكلام يا شيخ؟ منين جايب هالكلام؟ أو من كان ميتا فأحيينا. اللهم أحي أمة محمد، اللهم أحي أمة محمد بهذا الجهد يا الله. شو هالكلام اللي تحكيه يا شيخ؟ هذا كلام الله يا جماعة، الله يفهمنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس، يمشي به في التربة، يمشي به في المستشفيات، يمشي به في باب الزاوية، يمشي به في العالم كله. كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. ظلمات يا جماعة، ظلمات، مش بس في المسجد الدين يا جماعة. قال بيسبح في المسجد وبيقرأ قرآن في المسجد، طب يلا معي زيارة نمدح الله وندل الناس على الله، والله ماني فاضي. هو هيك الدين؟ هو هيك الدين؟ يمشي به في الناس؟ اللي قاعد طول الليل على التلفون هذا، بالله عليكم، بالله، أنو أصعب، السرطان ولا اللي قاعد طول الليل على التلفون قاعد بشوف الفساد، قاعد وتارك الصلاة وتارك القرآن وتارك الدين وتارك الإيمان، أنو أصعب، السرطان ولا هذا؟ والله يا جماعة إنه هذا أصعب من السرطان، أصعب. السرطان مع الاحتساب والصبر بتروح على الجنة، أما تعظيم غير الله وقتك اللي أعطاك يا رب العالمين. نعمتان مغبون فيهما كثير، كثير ولا قليل يا جماعة؟ كثير، كثير من الناس. الصحة والفراغ، صحتك ووقتك يا الله. مسكين اللي راح وقت عليه، ليش قاعد يا رجل؟ صلي لك على النبي ألف مرة عليه السلام، اقرأ قرآن، كل جزء بتقرأه 120 ألف حسنة، قول سبحان الله بحمدي 100 مرة. حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا. عندك هم؟ أنول عنده هم؟ قول أنول ما عندوش هم. جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله يوفق أمة محمد، اللهم إيم العظمة اللي لغيرك من قلوب أمة محمد، اللهم إيم الظلمة من قلوب أمة محمد، اللهم اشفي قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفي قلوبهم وأخرج لا إله من قلوبهم، واجعل إلا الله الفعال، إلا الله اللي بيعطيك السعادة، إلا الله اللي بيشفيك، إلا الله اللي بيغير حالك، إلا الله اللي بيرفعك، إلا الله اللي بموتك على الإيمان، إلا الله اللي بيغير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال. الله يوفق أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام. أبو الدرداء يوم من الأيام دخل أبرص، فالجيش كان يعني تبعه فرحان، اليوم يوم الفوز، اليوم يوم النصر، اليوم هو كان يبكي، هو كان يبكي. ليش؟ لأنه يا إخواني حامل القرآن، صاحب الإيمان، صاحب التقوى، صاحب لا إله إلا الله، لا ينبغي له أن يضحك إذا ضحك الناس، وأن يبكي إذا بكى الناس، وأن ينام إذا نام الناس، وأن يزعل إذا زعل الناس، وأن يفرح إذا فرح الناس. صاحب الإيمان غير يا جماعة. فكان يبكي أبو الدرداء، قالوا له ما يبكيك يا أبو الدرداء في يوم زي هذا، لازم تنبسط، لازم تفرح. آهن آه، آهن آه، آه، يا مهون الشعب على الله،
يا مهون الخلق على الله، يا مهون العبيد على الله، إذا هان عليهم أمر الله، إذا هان عليهم القرآن، إذا هانت عليهم السنة، إذا كان هانت عليهم الدعوة، إذا هان عليهم الإيمان، إذا هان عليهم تحصيل الإيمان، هانوا على الله، هانوا على الله. إذا أمتي عظمت الدنيا، الله يجعلنا نعظم الآخرة، الله يجعلنا نعظم القرآن، الله يجعلنا نعظم ما تعظم، ونحقر ما تحقر يا أكرم الأكرمين. الله يجعلنا نعظم ما تعظم ونحقر ما تحقر يا الله. إذا أمتي عظمت الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا أمتي تسابت سقطت من عين الله، وإذا أمتي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركت الإيمان، تركت جهد الإيمان، تركت جهد تحصيل الإيمان. سؤال: إذا أمتي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، أي فهم القرآن. فهم القرآن يا جماعة، عدم فهم القرآن عقاب من الله، عدم تلذذ في القرآن غضب من الله، عدم الخشوع في الصلاة غضب من الله، عدم ذكر الله غضب من الله. بدك تعرف حالك منافق ولا مؤمن؟ كيف انت وصلاة الفجر في المسجد؟ أتقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما بيهما لأتوهما ولو حبوا. الرسول عليه السلام سؤال في القعدة اللي بعد الفجر هذه، راحوا ناس غزوا وجابوا غنائم كثيرة، اتعجبوا الصحابة قالوا يا بي، يعني راحوا يعني لفتهم قليلة وغنائمهم كثيرة. قالهم أدلكوا على إشي أسرع كرة وأكثر غنيمة، أسرع كرة وأكثر غنيمة. قالوا له شو؟ قال ناس صلوا الفجر ثم جلسوا في مصلاهم يذكرون الله حتى تطلع الشمس حسناء، هذول أسرع كرة وأكثر غنيمة. لأن أجلس مع ناس يسبحوا الله بعد صلاة الفجر، حتى اللي بيصلي الفجر بروح ينام بضوع بركة رزقه، بركة رزقه يا جماعة. في هذا الوقت تسبيح تحميد تكبير، لأن أجلس مع ناس يذكروا الله بعد صلاة الفجر، هذه بدها جهد، هذا مش أي واحد، هذه بدها. أقول لك والله إذا ما كان في إيمان بتغتاب الناس وأنت في المسجد، والله لغير تغتاب الناس وأنت في المسجد، فلان عمل فلان ساوى، لكن في إيمان هقول لك إذا بدك تغتاب الناس روح روح على الدار أحسن لك، روح روح على دارك أحسن لك، إذا بدك تجيب سيرة الله هذا. قال لأجلس مع ناس يذكروا الله بعد صلاة الفجر خير لي من أشد على الخيل في سبيل الله. بلا هذه القعدة، هذه اللي بتجيب لك بركة الرزق، بركة رزقك. الله يوفقنا ويوفقكم يا إخواني لقرش الجنة. شو قرش الجنة؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. طلع 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 المغفرة هذه، بس تحط راسك على المخدة وشو تقول؟ ثلاث قطع، ثلاث قطع. قول شو هم ثلاث قطع؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هاي قطعة. القطعة الثانية كنز من تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخصلة الثالثة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله غفر لك، قال سيد العالمين هذا الكلام، الله غفر لك. طب ليش تضوي على حالك الخير؟ ليش تضوي على حالك؟ بس يتعرف الليل. شو يتعرف الليل؟ حول على الحمام، بطنه يجعه، هسيس عرصته، سمع له صوته حول، بدي يشرب قهوه يا اخي، بدوش يصلي ولا بده حاجه، بس يقول هالقطع هذول الثلاثه. شو هم الثلاثه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هاي قطعه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاي التنتين. الثالثه ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. شو عمل؟ صلاتك مقبولة، دعائك مستجاب، والله غفر لك، والله غفر لك، الله أكبر. في أشياء يا جماعة لازم نتعرف عليها، بس تقول ثلاث مرات وراسك على المخدة، بس اوعى تكون ناكل حرام، اوعى تكون ما معتدي على الناس، هذه فيش فيها، هذه فيش فيها، اوعى.
تكون ناكل حرام، ناكل الولايه، معتدي على جارك، اوعى او ظالم. اما اذا فيش ظلم عباد اسمع بس ايش تحط راسك على المخده. استغفر الله الذي لا اله الا هو. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ثلاث مرات لو شارد من الزحف الله غفر لك. يا جماعه الخير رب رحيم، رب رحيم، رب رحيم. في الاعمال الله بيغير يا جماعه، في الاعمال الله بيغير. انو اللي صام يوم في سبيل الله ابو بكر قال الحمد لله. انو اللي صدق صدقه ابو بكر قال الحمد لله. انو اللي مشى في جنازه قال الحمد لله. انو اللي صار مريض قال الحمد لله. ما اجتمعت في عبد من كرم الله وفضل الله وجود الله وعظمه الله وعطاء الله الا كان حقا على الله ان يدخل الجنه. ماشي في جنازه في يوم واحد، في شوار واحد، ماشي في جنازه، صايم يوم، مصدق صدقه، وزاير على مريض. الله يوفقنا واياكم يا الله. اللهم وفقنا واياكم يا الله، وفقنا امة محمد. اللهم نسال، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض، رب العرش الكريم. نسالك موجبات رحمتك من عزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. لا تدع لنا وللمسلمين ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا وقضيته ويسرته. يا قاضي الحاجات اشرح صدور امة محمد لدخول النور، اشرح صدور صدور امة محمد لدخول لا اله الا الله في القلب. اللهم عظم، اللهم اذقنا لذة لا اله الا الله، اللهم اذقنا لذة القرآن، اللهم اذقنا لذة صلاة الفجر، اللهم اذقنا لذة صلاة الضحى، اللهم اذقنا لذة زيارة المرضى، اللهم اذقنا لذة محبة المسلمين، اللهم اذقنا لذة مناجاتك يا الله. اغلى شيء عندك مناجاتك، لا تحرمنا اياها يا الله. تبعون الملايين من دون هذا الاشي محرومين يا رب، تبعون المليارات من دون هذا الاشي محرومين يا رب. اللهم لا تحرمنا رحمتك، اللهم لا تحرمنا نورك، اللهم لا تحرمنا تحصيل الايمان، اللهم لا تحرمنا حبك، لا تحرمنا حبك وحب رسولك الكريم وحب الاعمال الصالحه. بارك الله فيكم يا اخواني، اعظم الله اجركم وغفر لميتكم احسن عزاء. الله يجزيك الخير، اسالكم في مصيبتكم خيرا، ولله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء. نسال الله ان يكون من المرحومين، نسال الله ان يكون من المرحومين. طبعا اخواني احبائي، هذه موعظة للشيخ عبد الجبار الرجبي اثناء تشييع جثمان المرحوم باذن الله تعالى الحاج محمد راتب ابو هيكل. طبعا لقد تاخروا في موضوع دفن الميت حتى ياتي ابنائهم، فهم كانوا خارج البلاد، وحسب ما قالوا يعني الجميع انهم اقتربوا من الوصول. فنسال الله العظيم، شكلهم وصلوا بينهم يعني، فنسال الله اللهم له الرحمه والمغفره والعفو والعافيه، ان صبر اولاده وصبر احبابه. سبحان الله العظيم، طارن ومصر. طبعا اخواني انا راح اضطر ل انهي البث المباشر، لانه بصراحه البطاريه عندي يعني تقريبا بتنازع صارت. استودعكم من رفع السماء بلا عمل، استودعكم الحي الذي لا يموت، استودعكم الله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه، استودعكم من لا اله غيره ولا معبود سواه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفراق صعب يا جماعة، الفراق والله انه صعب يعني. الله يكون بعون الناس، الله يكون بعون الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا له يا جماعة، وادعوا لنا يا جماعة الخير. اسألكم بالله في اليوم، اسألكم بالله في هذا اليوم المبارك صلوا على النبي. بجوع عليكم الله، كل واحد بيسمع الحديث هون بس مباشر يصلي على النبي. لو شفتوا كتاب يصليها بنفسه. لأنه اليوم يوم، اليوم 12 ربيع الأول، اليوم يعني يوم يوم مولد الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اسالكم بالله العظيم، كل من حدا سمع الصوت انه يصلى على النبي، جعلوها صدقه الي والكم لاموات امي. السلام عليكم ورحمه الله. خلينا شوي صغير بس يعني قبل ما ينتقلوا فيه لهذيك المقبره. البطاريه تقريبا يعني هو انا اركض اصل بس مباشره ما بعبيت الشيف اللي ان شاء الله في كويس. مش عارفين كنا نصيبه هو. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.